حضارات وأمم مرت على هذا المكان، كلها غادرت، زالت واندثرت، عمر بعضها يصل إلى 14,000 عام. الرومان والبيزنطيين والأمويين والإسلاميين، واليوم جاء دور الأردنيين. سيغادرون أيضاً يوماً ما وسيتركون آثارهم باقية هنا. قصر البرقع نروي منه خفايا الحكاية والتي تجري به المياه طوال العام هنا في عمق الصحراء البازلتية السوداء. مسميات عديدة لا تهتدي إلى هذا المكان إلا عبر طريق من الرجوم. خفايا الحكاية من صحراء الرويشد. إلى الصحراء مرة أخرى، 4 ساعات من المسير، مثلها أيضا في الإياب. نبتعد شيئا فشيئا عن المدينة، نغادرها إلى أقصى شمال شرق المملكة، هنا الأردن. نريد أن نصل إلى وسط بيداء الرويشد، وقبل أن نغادر الطريق الرئيس نسأل جنودنا البواسل، هم حراس هذه البلاد، ليرشدوننا إلى طريق الرجوم. هذه نسير معها لنصل بعدها إلى تاريخ كبير يمثله قصر البرقع. يقع قصر برقع أو ما يسمى بالتسمية المحلية بقصر الطنيانة على بعد حوالي 25 كيلو إلى الشمال الغربي من مدينة الرويشد. لم نكن نعلم أن هناك خفايا كثيرة في هذا الطريق. هذه رجوم صديقة للبيئة، هي دليل القادمين إلى قصر برقع ومحميتها الطبيعية التي تتجاوز مساحتها أكثر من 2000 كيلومتر. اقتربنا شيئا فشيئا من القصر القديم والذي يوثق لحياة الأردنيين الذين سكنوا يوما ما هذه القفار، يوثق حتى للغزاة الطامعين الذين قدموا يوما إلى هنا. طبعا تكمن أهمية الموقع فيما يلي. أولا، الموقع يقع على ضفة وادي المقاط، ووادي المقاط دائم وغني بالمياه طوال السنة، مما شجع وساهم في استدامة الاستيطان البشري في الموقع منذ العصور الحجرية القديمة وحتى العصور الإسلامية. ثانيا، الموقع موجود ضمن الحرة البازلتية، وهذا الشيء ساهم في استخدام الحجارة البازلتية في أعمال البناء. ثالثا، الموقع مقام على الطريق التجاري القادم من وادي السرحان باتجاه الشام. لكن ما سبب تسمية هذا القصر بالبرقع؟ من بناه؟ لماذا؟ وما هي الفترات التاريخية التي مرت عليه ولم نعلم عنها سوى هذه الآثار؟ سبب التسمية يعود نسبة إلى استخدام قطعة من القماش أو الجلد لتغطية عيون الصقور، وذلك لتهيئتها من أجل الصيد. طبعاً المبنى مربع الشكل، أبعاده 35 متر في 37 متر، طبعاً مبني من الحجارة البازلتية، ويتألف من ساحة سماوية مفتوحة محاطة بعدة غرف جانبية كانت مسقوفة على نظام التطنيف أو ما يسمى بالكوربلينج سيستم. في الفترة الرومانية تم بناء مبنى مستطيل الشكل ضمن الساحة الداخلية، وهذا المبنى متألف أو يتألف من 3 طوابق، وذلك لأهداف عسكرية ودفاعية. في العهد البيزنطي تم إضافة بعض المساكن الخاص لهذا المبنى، وتم استخدامه كدير بيزنطي للتعبد. وفي العهد الأموي تقريبا في 700 ميلادي في عهد الأمير الوليد بن عبد الملك تم استخدام هذا المبنى كمركز للصيد والاستجمام. سقط جزء من البرقع بفعل عوامل الطبيعة، زلزال ترك أثره في كثير من أراضي الأردن، لم يكن هذا المكان منها استثناء. بحيرة مياه على مدار العام لا تفرغ من المحتوى تجاور القصر. على ما يبدو لم يكن بناؤه في هذا المكان عبثا، والمياه قادمة من وادي مقاط، وهو الوادي الذي تصب به 100 واد تقريبا. تعرض هذا المبنى إلى التدمير في نهاية الدولة الأموية في عام 749 ميلادي بفعل زلزال قوي، ومن أجل الحفاظ على هذا الموقع وديمومته قامت دائرة الآثار العامة في عام 2017 و2018 و2019 بالقيام بأعمال الصيانة والترميم لهذا المبنى. هذه كلاوديا عالمة آثار ألمانية، منذ زمن بعيد تمكث ساعات طويلة وأيام وسنين تحت الشمس. ترافقها عالمة أخرى ومتخصص بعلم الآثار الأردني ودائرة الآثار العامة، يوثقون تاريخ هذه الأرض ومن مروا عليها. تشرح لنا كثيرا من التفاصيل، تؤكد لنا أن هذا البلد
لم يكن عابراً في تاريخ الحياة الإنسانية والبشرية. نمر ديار الرويشد وصحرائها، ننقب عن آثار الخالدين، نروي خفايا حكاية عمرها آلاف السنين، نحاول نطق أسماء الأماكن فتصعب علينا، نحاول أن نقول الطنيانة ووادمقاط والحدلات وحنيف وأبو حفنة وروضة البندان، لكن لم نتقنها كما هم أهلها هنا في هذه الصحراء. ينتهي بنا المطاف بحكاية جميلة مليئة بالأردنية النقية، اسمها الرويشد.